هلو جايز، ازيكم؟ شويه برونسيشن تيبس كده ريليتد للريدكشن او تصغير الكلام علشان خاطر نكون بنتكلم شبه النيتيف سبيكرز ونكون بنتكلم اسرع. ريدكشن هو تصغير الكلام شويه في الانجليش. الاجانب بيحبوا وهما بيكلموا بيشيلوا حروف من الكلام، او ساعات الكلام بيصغر شويه فبالتالي بيكون اسرع، بيبان انك انت بتتكلم بشكل انفورمال اكتر من انك كتاب او اله. ايه شويه الحاجات اللي ممكن اضيفها للجمله بتاعتي في sound like a native speaker which is important if you are looking for a good job with a high salary. خلينا نقول كلمه can. كان في الانجليش لو انا بسال سؤال، لو انا بسال سؤال وكان هتيجي في اول الكلام فبقول can I go blah 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 blah, can I, can اوكي. لكن لو كان هتيجي في نص الكلام ففي الحاله دي مش بنستخدم الساوند بتاع الاي، لا بنحوله لساوند اي شويه، فبنقول I can go, I can, I can go, I can go, can, I can. ده لو انت بتستيت حاجة عادية جدا فمش ما بتقولش I can، بتقول I can. طيب بالنسبة لو انا بقول كلمة them او him في وسط الجملة، ممكن ما اقولش them ولا him، بشيلها واقول am. يعني مثلا I can call him، I can call him، I can call him. هنا معناها يا اما them او him على حسب الكونتكست او على حسب انت بتتكلم عن ايه، فهيبقى معناها I can call him. لو انت مثلا بتتكلم عن احمد ومحمد مثلا I can call him، هنقول مثلا ان انا عايز اقول her كمان and they can go with her with her and they can go with her and they can go with her. يبقى انا عندي can هتبقى can، them هتبقى am، him هتبقى am، وher هتبقى her. ما تنساش لو انت زي ما قلنا and في النص، and هنحولها تبقى an كانها حرف n، فمش هتحتاج تسترس على ال d، فهتقول I can call him and they can go there. I can call him, I can call him and they can go there. Thank you so much. اتمنى الفيديو يكون فادك. لو عجبك دوس لايك شير سبسكرايب ونشوف، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.